تصريحات رئيس جمهوريه جنوب افريقيا سيريال رامافوزا، تصريحات مهمه جدا، اللي بيتكلم ان هو سنفتقد بيتسو موسيماني كقوه في كره القدم في جنوب افريقيا، ولكن تعيينه من قبل الرائد في قارتنا يعزز اواصر الصداقه بين البلدين. انه ايضا اعتراف بالموهبه والقدرات الموجوده داخل قارتنا، اتمنى لبيتسو وفريقه التوفيق وهم يرفعون رايتنا ورايه كره القدم الافريقيه مع نادي يفتخر بنجاحه جميع الافارقه. واضح جدا قيمه النادي الاهلي عند رئيس دوله جنوب افريقيا، واضح جدا ان هم مدركين مدى اهميه هذا الانتقال وهذا التعاقد بتواجد مستر بيتسو موسيماني كمدير فني جديد لاكبر نادي في القاره الافريقيه ونادي القرن في افريقيا هو النادي الاهلي. وبالمناسبه تعاقد النادي الاهلي مع موسيماني بخلاف انه طبعا تعاقد من الجانب الفني وبخلاف الاقتناع التام عند المسؤولين في النادي الاهلي بتعاقد مع هذا المدرب في هذا التوقيت، وهو في الحقيقه اختيار واقعي جدا جدا من قبل المسؤولين في النادي الاهلي، لكن ليه ابعاد اخرى، ابعاد مهمه جدا، ويعني اهمها توطيد العلاقات ما بين مصر والدول الافريقيه وابرزها طبعا دوله جنوب افريقيا. ودي التصرفات المطلوبه واللي دايما بتكون موجوده من مؤسسه كبيره جدا جدا زي مؤسسه النادي الاهلي، داعمه دائما وابدا لتوجهات الدوله بخلاف طبعا الشق الفني، وده بيبقى الاولويه والاساس طبعا بالنسبه في مثل هذه الامور التعاقديه. فوجب الاشاده في الحقيقه بهذا القرار من قبل المسؤولين في النادي الاهلي اللي كان عندهم حوالي في الاخر صفوا على 6 سي في محترمين جدا جدا، لكن الاوقع كان التعاقد مع بيتسو موسيماني كقناعه تامه بامكانياته وباسلوب لعبه، وده امر مهم جدا وكاضافه هتكون لشكل النادي الاهلي خلال المرحله المقبله والمراحل القادمه كمان، مش بس اللي جاي، اللي جاي عندك طول دوري ابطال افريقيا، لكن انت كمان عامل مشروع مع الراجل ده بدليل التعاقد لمده سنتين.